بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنات الطالبات، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتناول الاستراتيجيات الخاصة بتنظيم المجتمع والمنهج الإسلامي. ما مدى ملائمة المنهج الإسلامي لاستراتيجيات تنظيم المجتمع؟ لذلك عندنا استراتيجيات تنظيم المجتمع جميعها التي درسناها كلها تندرج تحت الاستراتيجية تحت مدخلين أساسيين. المدخل الأول هو مدخل الوفاق أو الإجماع، والمدخل الثاني هو مدخل النزاع أو الصراع. فلذلك اليوم درسنا في المحاضرة السابقة اللي هو الجانب السياسي، الجوانب السياسية اللي هي في استراتيجية الإقناع وتغيير الاتجاه والإجماع، وأخذنا الجانب اللي هو السياسي أو الحقوق السياسية. اليوم سنكمل الحقوق الاجتماعية. طبعا سنتعرف على هذه الحقوق الاجتماعية باعتبارها منهجا إسلاميا، وسنشاهد ما مدى توافقها مع استراتيجيات تنظيم المجتمع. طبعا عندنا الإسلام بالنسبة للجوانب الاجتماعية هي الأسرة، وأساس الأسرة هي الزواج أو هو الزواج ما بين الرجل والمرأة. فلذلك قال تعالى في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا أساس الأسرة هو الزواج، فلذلك لابد هنا الزواج يقوم على حرية القبول والإيجاب. القبول، يقول الرسول طبعا صلى الله عليه وسلم: الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صمتها. هذه الأمور يعني واضحة في الإسلام. كذلك الإسلام دعا إلى حسن المعاشرة ما بين الزوج والزوجة، وهي العلاقة بين الزوجين، وهذا واضح في الآية التي ذكرناها في بداية حديثنا عن تكوين الأسرة التي تقوم على المودة. طيب، في عندنا أيضا رعاية الأطفال. بعد الزواج يتم إنجاب الأطفال، وهنا تبدأ المسؤوليات تزداد. فلذلك لابد من رعاية الأطفال وتربية الأطفال على أساس سليم، لأن الأطفال لابد من تشكيلهم تشكيلا جيدا من خلال التربية. التربية بين الأب والأم، وخاصة الأم لابد أن تقوم بتربية أبنائها داخل البيت. فلذلك أكد الإسلام على رعاية الطفولة حتى يعني قبل الولادة لابد من العناية والاعتناء بالأم الحامل، بأن تزور الطبيب وتفتح لها ملفا في العيادات الطبية، ودائما تكشف وتحاول أن تعرف المولود وهو في بطنها. واليوم أصبحت أجهزة حديثة للتعرف على المواليد أو على الأطفال داخل الأرحام. فلذلك من هنا لابد من هذه العناية حتى يخرج لنا أطفال أصحاء، ونرعاهم وهم في بطون أمهاتهم، ونرعى الأم الحامل كذلك من خلال الرعاية الصحية والتغذية السليمة إلى غير ذلك. فلذلك الرضاعة مهمة جدا للطفل. ما نعود الطفل على الرضاعة الصناعية إذا كانت الأم تستطيع إرضاع طفلها. فلذلك هذا واضح في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهذه طبعا لابد من الرضاعة حولين كاملين، لابد من السنتين. أحيانا الطفل لابد أن يرضع من أمه حتى ينضج ويكون ناضجا ويكون سليما سليم البنية،
وحليب الأم أفضل من الحليب الصناعي الذي اعتادت عليه الأمهات في هذا العصر. أمهاتنا قديما كانوا يرضعوننا ولذلك أنجبوا أطفال أصحاء أقوياء. اليوم الأم تريد أن تتخلص من الرضاعة وتحاول أن تعود ابنها على الرضاعة الصناعية، هذا لا يجوز، لا يجوز. نعم غلط هذا الأسلوب، لابد أن نرضع، يعني يأخذ الطفل حقه في الرضاعة الطبيعية. أيضا حقوق الطفل بالنسبة للرضاعة، يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين، هذا حق الطفل. حقوق الطفل على أمه لابد أن ترضعه. كذلك قرت الشريعة حقوق لليتامى، وآتوا اليتامى أموالهم. اليتامى ما نأكلش حق اليتيم، اليتيم لا نأكل حقه، لابد أن نحافظ على ماله ونحافظ على حقوقه. كذلك أباح الإسلام حق الطلاق، وهذا الطلاق يأتي في المرحلة الأخيرة إذا اعتذرت كل الوسائل لعلاج المشكلات الأسرية. في عندنا وسائل العظة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وبعد ذلك إيش الأسلوب الثالث؟ واضربوهن. الضرب غير المبرح، الإسلام أباح الضرب لكن الضرب غير مبرح. أحيانا الرسول كان بالمسواك، ليه الضرب هذا الغير مبرح؟ لأنه هذا دليل على السلطة. المرأة قد تحتاج إلى سلطة الرجل، قد تحتاج إلى سلطة الرجل، وأحيانا بالمسواك الضرب غير المبرح. ولذلك أحيانا علماء الغرب يأخذون علينا في الإسلام، يقولون المسلمون يضربون زوجاتهم ومش عارف، وهذه لبعض العادات والتقاليد البالية التي لا يفهمها بعض الناس. يضربون المرأة بالعصا وبالكرباج وبالخرزانة ويقفلون عليها الغرفة ويضربونها، هذا أسلوب يعني خاطئ. الإسلام لا يقر ذلك، ولكن الإسلام يقر الضرب الذي فيه سلطة، سلطة الرجل على المرأة، لأنه من طبيعة النساء إذا لم ينفع منع معها العظة والتوجيه والهجر أحيانا تأتي إلى الأسلوب الثالث وهو الضرب غير المبرح. فلذلك من هنا يعني لابد أن نتبع هذه الوسيلة الثالثة، وهذه الوسيلة لحاجة النساء إلى هذه الوسيلة. أحيانا بعض النساء قد تحتاج إلى هذه الوسيلة وهي سلطة الرجل عليها، لابد أن يوجهها ويعظها يهجرها، ثم بعد ذلك يستخدم الوسيلة الثالثة وهي الضرب غير المبرح. بعد ذلك إذا لم تنفع هذه الوسائل الثلاث، هل الإسلام وقف إلى هذا الحد؟ لا طبعا، أباح الطلاق في عند، لا قبل الطلاق يا بنتي، لابد من المصالحة. فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها وحكما من أهلها، يعني لابد أن نرسل حكمين، حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، وهذولا من أهل الصلاح والعفاف وأهل الخير، ومش من الأهل اللي بثوا الفساد والفساد بين الزوجين. لا، لابد أن نختار من فيهم الصلاح ومن فيهم الخير، الذين يسعون إلى صلاح الأسرة لا إلى فساد الأسرة. وهنا لابد أن نحسن الاختيار، نحسن الاختيار من أهل الزوجة ومن أهل الزوج. إن يريد إصلاحا يوافق الله بينهم، إذا أرادوا الإصلاح الله سبحانه وتعالى يوفق بين الزوجين. وهذه الوسيلة الرابعة، وهذا دستور لعلاج المشاكل الأسرية عندنا في الإسلام، لابد أن نصل إليه، وهذا واضح في الآيات رقم 34 و35 في سورة النساء. ارجعوا إلى هذه الآيات ستجدونها كوسائل للعلاج. بعد ذلك إن لم تنفع هذه الوسائل الأربعة، سنأتي إلى الوسيلة الخامسة اللي هي أبغض الحلال عند الله الطلاق، اللي هي الطلاق. فلذلك من هنا أباح الإسلام الطلاق، والطلاق هو أبغض الحلال عند الله الطلاق. طيب إذن بالرغم أنه الطلاق يعني أحيانا يعني قد يهتز الإنسان إليه ويصعب الفراق ويصعب التفكك، وهذا لا نلجأ إليه، لكن أحيانا قد يكون وسيلة للعلاج، وسيلة للعلاج بين الزوجين. ولذلك أباحه الله للعلاج عندما نستنفذ كل الوسائل للعلاج. فهنا قد يأتي اللي هو الطلاق، هل يكون الزوج والزوجة يبقيان في حياتهما وهم يعني في حالة نكد وفي حالة ضجر وفي حالة مشكلات؟ والله ممكن يكون التفريق بينهما بالطلاق، والطلاق أحيانا قد يعالج المشكلة.
الزوجة قد تأتي ويأتيها زوج أو تتزوج زوج مناسب لها، والزوج قد يتزوج زوجة مناسبة له، فإذا من هنا نعالج هذه المشكلة عن طريق ماذا؟ عن طريق الطلاق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن على الزوج في حالة إذا فعلا وصلوا إلى مرحلة الطلاق بإحسان، لابد أن يكون هناك الإحسان ما بين الزوجين أيضا، وهذا الإسلام يقول ذلك، تسريع فإمساك بمعروف إذا لم يريد الطلاق، والمعاشرة الزوجية بمعروف، أو تسريح بإحسان، خلاص كل يعرف حقه ويأخذ حقه، واضح؟ إذن من هنا هذا حق اجتماعي أباحه الإسلام للأسرة للزوجين، والطلاق هذا حق للزوجين في حالة استنفاذ كافة الوسائل لعلاج المشكلات الأسرية. طبعا كذلك من الحقوق الاجتماعية، أقر الإسلام حق الفرد في التنظيم، في التنظيم وفي القراءة وفي التعلم، هذا واضح في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا أكد الإسلام على حق الإنسان في الرعاية الصحية بشرطيها الوقائي والعلاجي، وهذا واضح في الحديث الشريف. ماذا يقول الحديث؟ ماذا يقول؟ اقرأ الحديث طالبة تفضلي. أيوة، عند المرض الإنسان عندما يمرض لا يترك نفسه للمرض، هكذا لابد من التداوي. فلذلك من هنا الإسلام يحثنا على الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية. كذلك حق الإنسان في الكسب والتملك، حق الإنسان هذا بالنسبة للحقوق الاقتصادية، خلصنا الحقوق الاجتماعية، وهذه طبعا بإيجاز، حقوق اجتماعية كثيرة جدا ولكن هذا بإيجاز. نأتي الآن إلى الحقوق الاقتصادية. حقوق الاقتصادية أول شيء حق الإنسان في الكسب والتملك، وهذا واضح في قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ومن حق الزوجة على زوجها النفقة، وكذلك من حق الزوجة التي تعمل بموافقة زوجها أن يكون إيرادها وما يعود إليها من راتبها ملك لها، والإنفاق على الزوج، والإنفاق على الزوج، هذا حق الزوجة، هذا حقها في الإسلام، حقها في العمل، للزوجة أن تعمل والمرأة من حقها أن تعمل. بس دكتور الأيام هاي بشوف العكس تماما، مثلا الزوجة ممكن بتعمل وبتشتغل وعاد آخر الشهر الزوج بيستنى في الراس. لا هذا وضع آخر، ليس حقا، ليس حقا، ولكن هذه الشركة قد تكون بين الزوجين بالاتفاق، هذا لا مانع، نحن لسنا ضد ذلك، لسنا ضد أن يكون هناك إنفاق من الزوجة على أسرتها إذا كانت محتاجة، لكن هذا يعود لها، لكن الإنفاق بالدرجة الأولى هو على الزوجة بنتي. يعني إذا كان برضاها تعطيها. أيوة برضاها، نعم، وليس يعني مفروض عليها غصبا عنها، ولكن بإرادتها وبرغبتها، إذا أرادت أن تنفق على أسرتها لأبنائها وزوجها إذا كان عاطلا عن العمل وغير قادر على العمل، فمن حق يعني من 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 وجهة النظر الإسلامية بالرضا، طبعا الزوجة أن تنفق برضاها وليس إجبارا عليها، ولكن في الزواج حق الزوجة على زوجها حتى لو كانت تعمل، إذا كانت تعمل برضا زوجها ما يعود لها من إيرادات من راتبها من في العمل، هذا حق الزوجة، هكذا الإسلام. والنفقة حقها على زوجها، ونفقة الأبناء على زوجها، هذا الإسلام. فلذا كرم المرأة، الإسلام كرم المرأة، فلذلك من هنا هذا حق لمكتسب للمرأة في النفقة على الزوج، لكن إذا أرادت الزوجة أن تنفق على بيتها هذا برضاها وليس غصبا عنها، واضح؟ وليس يعني شيء مكروه يعني هي تكرهه، لا، الشيء اللي ترغب فيه أن تنفق على بيتها على أولادها على زوجها الغير قادر على العمل أو ليس لديه دخل، في هذه الحالة يرجع إلى الزوجة. وإحنا بنقول الحياة تعاون، الأسرة هي متعاونة، الزوج والزوجة، يعني مش معقول أصلا الزوجة إذا رأت زوجها وأبنائها محتاجين نفقة وهي تمتلك المال من خلال عملها أن تجعل أولادها يعني محرومين، لا لا يجوز هذا، فلذلك من هنا يعود لها، واضح؟ يعود لها. فلذلك
حق العمل مفروض أيضا، حق العمل للذكور والإناث. فلذلك هذا واضح في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، حق العمل. وأيضا الدولة كذلك من دور الدولة للشباب أن تهيئ لهم فرص العمل، تهيئ العمل للقادرين على العمل حتى لا يكون هناك بطالة ويكون هناك مشاكل في المجتمع. فلذلك الإسلام حث المسؤولين على التفكير مع الشباب على العمل، لأنه آفة الشباب أن لا يعمل، آفة الشباب أن لا يعمل، لأنه بينتج عن البطالة مشكلات كثيرة في المجتمع. فلذلك من هنا على المسؤولين وخاصة في الدولة والسلطة في الدولة لابد أن توفر الأعمال للشباب وتحث الشباب على العمل. وطبعا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعطى لرجل درهمين وقال له: كل بأحد الدرهمين واشتري بالدرهم الآخر فأسا واحتطب وبع الحطب ما تحتطبه. هذا دليل على ماذا؟ على التنمية وعلى العمل. فلذلك من هنا نحن في حاجة إلى أن نحث شبابنا دائما على العمل، وهذا حق يفرضه الإسلام. وعلى الشباب أن يبحث عن العمل، لا يجلس في البيت ويقول يا ربي. الدعاء كويس ودعاء الله سبحانه وتعالى كويس، الدعاء بأن يرزقه الله، ولكن لابد من السعي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلذلك من هنا لابد من الشباب أن يسعى للعمل، حتى الشابات كذلك. لا يجلسنا في البيت ويقول يا رب ارزقنا فقط بعد ما تتخرجوا، لا، في نماذج كثيرة، نماذج للمشاريع الصغيرة. نعم، لابد من البحث عنها وعملها. أنا أعجبني أمس كنا في مؤتمر لكلية التجارة، فإذا بالمشاريع الصغيرة نجد بعض طالباتنا المتخرجات بالخدمة الاجتماعية يعملن ببعض المشاريع الصغيرة، وكانت مثل هذه المشاريع هي المعجنات والمأكولات، الصناعة البيتية، والتي يعني كانت مشاريع كبداية. وهذا بعض الطالبات الخريجات قمنا بهذا المشروع، موجود هذا المشروع ربما اليوم لو رحته بعد يعني الساعة 2 أو الآن لزرته إلى المعرض ستجدون هذه المشاريع الصغيرة. وهذه المشاريع الصغيرة نبدأ بها ونكون أنفسنا هكذا. فلذلك من هنا لابد من البحث عن العمل، البحث عن العمل. أيضا البحث كذلك للقادرين من الشباب وغير الشباب، للقادرين على العمل لابد من حثهم على العمل. كذلك قرر الإسلام ضرورة تأمين وحماية الإنسان في أجر عادل كافي. طبعا الإنسان لابد أن يعني من أمنياته أن يكون له عمل، ومقابل هذا العمل يعني دخل، ومن هذا الدخل يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى أسرته. كذلك وضع الإسلام نظاما للتكافل الاجتماعي، تكافل الأسرة مع أفرادها، تكافل الأب مع أبنائه، تكافل الأبناء مع أسرهم، تكافل الأقارب مع بعضهم البعض، تكافل الجيران مع بعضهم البعض، تكافل الأغنياء مع الفقراء. لابد الفقير يأخذ حقه من الزكاة، لأن هذه حق مكتسب للفقير من الغني، وعلى الغني أن يخرج من ماله الزكاة حتى يكون هناك محبة ما بين الأغنياء والفقراء، تكافل اجتماعي ما بين الأقوياء والضعفاء في المجتمع. لابد أن نساند بعضنا البعض، هذا هو التكافل الاجتماعي. إذا توفر هذا المبدأ وحققنا هنا، لا نجد جائعا ولا محروما ولا فقيرا في مجتمعنا. إذا طبقنا الزكاة لوحدها على الأقل، زكاة الأموال، زكاة الأراضي، زكاة الزروع، زكاة الفطر، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة كل ما نمتلك من أموال وتجارة، زكاة التجارة، عروض التجارة إلى غير ذلك، زكاة الكنوز الأرض وما فيها وما في باطن الأرض من معادن وثروات وغير ذلك من الدول الغنية التي تستخرج البترول والذهب والموارد الأخرى، هذه كلها زكاة. لو الدول الغنية أخرجت زكاتها إلى الدول الفقيرة الإسلامية، لا نجد دولا فقيرة في مجتمعاتنا، لا نجد دولا فقيرة. يحدث تكامل اقتصادي ما بين الدول أيضا، ما بين الدول الفقيرة والدول الغنية التي يزيد رأس مالها وتزيد حاجتها عن أبنائها. فهنا بيحدث تكافل عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية،
وتحدث هناك دول يعني دول إسلامية غنية وقوية في هذه الحالة تقضي على الفقر وعلى الجوع وعلى المرض وعلى الجهل من خلال الثروات. طيب خلاص احنا انا ناسي اقفل الجوال فلذلك لابد ان نقفله. نعم خلاص. طيب تكافل هذه في آية عندنا هنا مهمة جدا سورة النساء، هذه آية 36 من سورة النساء، هذه بتبين العلاقات والتكافل الاجتماعي ما بين أولا يعني واتقوا الله الذي تساءلنا في الأول اللي هي هذه تكافل للجوار. نعم وبالوالدين إحسانا. أول شيء علاقة الإنسان بربه، أول شيء تبدأ علاقة الإنسان بربه، ثم بعد ذلك وبالوالدين إحسانا، ومن الوالدين إلى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية مهمة جدا وتربط العلاقات الاجتماعية وفيها نوع من التكافل الاجتماعي بين الناس داخل المجتمع، فلذلك هذه يعني عنوان للتكافل الاجتماعي وللعلاقات الاجتماعية. علاقاتنا لابد أن تكون حسنة بالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. لابد التعامل بالحسنة مع هذه الفئات كلها، ثم تأتي بعد ذلك مسؤولية المجتمع عن طريق الزكاة، مسؤولية المجتمع عن طريق الزكاة في التكافل الاجتماعي، وهذه واضح. خذ، هذا أمر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا واضح الأمر، وإحنا عارفين الزكاة من منعها يحارب. أبو بكر الصديق حارب المرتدين، المرتدين عن دفع الزكاة، فلذلك هذا فرض من الفروض الإسلامية لابد من إخراجه على المقتدر، حق للفقير على الغني في هذا المال من خلال الزكاة. أيضا الإسلام يدعونا يعني بالخلاصة إلى التعاون والإخاء والإجماع، وأيضا طبعا الفرقة يدعو إلى الاتحاد، وفي الاتحاد قوة، والتعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهكذا طبعا، وهذا واضح في قوله تعالى أيضا في الآية التي تقول أيها بنتي بس هدوء لو سمحتوا اسمعوا إلى القرآن إلى كلام الله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. أيضا الإسلام يدعونا إلى فض المنازعات والصلح بين الفئات المتصارعة، وكذلك هنا ممكن نستخدم استراتيجية الإقناع، يدعونا إلى الصلح وإلى عدم الصراع، فهنا في الحالة هذه بنستخدم أي استراتيجية عندنا في تنظيم المجتمع؟ استراتيجية الإقناع أكثر من استراتيجية الضغط، وإن كان الإسلام أحيانا لم يمنع من استخدام استراتيجية القوة اللي هي استراتيجية الضغط بهدف تحقيق الخير للمجتمع المسلم. إذن من هنا إحنا كمنظم اجتماعي ممكن نستخدم الاستراتيجيتين، استراتيجية الإقناع أو تغيير السلوك، وكذلك ممكن يستخدم استراتيجية الضغط أو القوة عند الضرورة. واضح؟ على أن تكون الأساليب والتكتيكات متمشية مع إيه؟ مع المنهج الإسلامي. نكون بذلك يعني نخلص إلى أن الإسلام يعني في المنهج الإسلامي هناك توجد استخدام لاستراتيجية الإقناع واستخدام عند الضرورة أيضا لاستراتيجية الضغط، ولا نلجأ إلى استراتيجية الضغط إلا إذا يعني وصلنا إلى أنه استراتيجية الإقناع لم تجدي، فمن هنا لابد من استخدام استراتيجية القوة أو استراتيجية الضغط في المجتمع
من أجل الوصول إلى مساعدة المجتمع على مواجهة مشكلاته وحل مشكلاته. نعم يا بنتي. هذا نفس ما نسوي فيك إن التغيير إذا لم تستطع لسانك وقلبك وبعدين طبعا 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 الحديث هذا عن الرسول طبعا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده واليد هي القوة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. نعم. طيب طيب في أي سؤال في الاستراتيجيات عموما وأدوار المنظم الاجتماعي؟ طيب نكون اليوم يعني نقف إلى هنا بالنسبة لمحاضرتنا المنهج الإسلامي واستراتيجيات تنظيم المجتمع، على أمل أن نلتقي بكنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى في فصل جديد وهو أدوات تنظيم المجتمع. إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة لكنا مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.